خلال السنة بنت الشيخ بالنسبة لخالتي كانت يعني ورثت الذكور ولم تورث الإناث في من ميراث زوجها، يعني ظلمت في الميراث وتوزيع الميراث، فأنا قطعتها ومش يعني وأنا عملت معاها مشكلة عشان خاطر هي ظلمت، فأنا على هذا علي حرام. أعيد سؤالك، أعيد سؤالك. خالتي نعم. كان في ميراث هي وزعته للذكور ولم تعطي الإناث، فأنا قاطعتها. عفوا، ميراث من؟ ميراث زوجها، كان كاتب لها ميراث أو حاجة زي كده، فهي وزعته بالظلم يعني. أيوه. كان زوجها سايبه ليها توزعه على الأولاد، فوزعته على الذكور ولم تعطي البنات. فأنت قاطعتها؟ أنا قاطعتها. هجرانا في الله لعلها ترتدع. هل انا حرام عليا كده؟ لا، انت لك وجهتك، انت اردت الصلاح لها في اخرتها. تمام، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. الله يسلمك.